يا مرحب. في الحياة الناس بتزعل من اللي يتغير، في الشغل الناس بتزعل من اللي ما بيتغيرش، أو بمعنى أدق اللي ما بيتغيرش هو اللي بيزعل. حلقتنا النهاردة عن التغيير، أو الفكرة اللي عايز أسيبها معاك النهاردة قد إيه عدم رغبتك في التغيير أو مقاومتنا للتغيير حاجة ضد الطبيعة. الطبيعة كلها من أول ما ربنا خلقها بتتغير وتتطور، وتطور سر من أسرار بقائها. راجع كده تاريخ كل الكائنات، البقاء مش دايما للأقوى، للأكثر قدرة على مواكبة التغيير. يعني لو التغيير سريع أسرع واحد بيجري ويلحقه هو غالبا أكتر واحد هيقدر يكمل في السباق. وقيس على كل ده حاجات بتتغير فينا لما نواكب إحنا كمان التغيير، لأنه التغيير جزء من الحياة وجزء أساسي من الحياة. في ناس كتير فكرت وكتبت وليه في ناس بتتغير بسرعة أو بتستجيب للتغيير بسرعة، وفي ناس بتقاوم وبتفضل في مكانها. العلماء اكتشفوا أنه في حاجة اسمها normality bias. normality bias أو الانحياز للعادية، أنه كل حاجة هتفضل زي ما هي، كل حاجة هتبقى تمام. دي الجملة اللي جدي وجدك قالوها زمان لما تعرضت عليهم قطعة الأرض اللي كانت بخمسين قرش في شرم الشيخ. دي الجملة اللي قالوها كل الناس اللي ضاعت منهم فرص، مش بس فرص للاستثمار لكن فرص للتغيير. دي الجملة اللي قالوها كل الناس اللي اختاروا اختيارات في مساراتهم المهنية أقرب للعادي والمرتاح والآمن. لكن على الزاوية التانية ومن الناحية التانية، كل اللي اختاروا انهم يواكبوا التغيير او انهم يكونوا جزء من التغيير غالبا عملوا قفزات حقيقية في حياتهم. ننزل بالترجمة. التغيير زي ما اتفقنا هو سنة الحياة. ببساطة جدا التغيير هيحصل. اللي احنا بندور عليه النهاردة يحصل ازاي، والسؤال التاني ازاي اكون انا جزء منه. التغيير يحصل ازاي دي اجابة محسومة كل الناس اللي سبقونا جاوبوا عليها، واحنا مش بنخترع العجلة. التغيير بيبدأ من فوق لتحت. يعني في كل بلاد العالم عشان يحصل تغيير حقيقي في المجتمع لازم يبتدي من السياسات، من القوانين، من تطبيق القوانين، من الحكومة، من الإعلام، وبعدين التغيير يتحول إلى عادي جديد الناس بتلتزم بيه. يعني تحصل الفكرة ويحصل بعدها التزام، فعلى مدار سنين يحصل تغيير. زي مثلا ثقافة إنه نقلل الإنجاب الغير مبرر اللي بسببه بتحصل لنا كأسر مشاكل اقتصادية وبتحصل لمجتمعاتنا مشاكل اجتماعية. لازم يبقى في قانون ملزم، ولازم القانون يتطبق، ولازم يفضل على مدار وقت من الزمن يتطبق اللي اتفقنا عليه ونتكلم عنه فنفهمه فالتغيير يحصل. التغيير هنا زي ما بنقول في التركيب الاجتماعي ابتدى من فوق لتحت، وأي تغيير عكس ده بيتسمى ثورة، والثورات مش دايما بتنجح. يعني لو عايزين تغيير لازم الكبار يبتدوا التغيير. احنا في البرنامج كتير قوي بنتكلم عن الاشخاص والافراد وان كل واحد فينا يعمل الدور اللي عليه، ما بنتكلمش كتير قوي نقول لهم وننظر على الكبار ونقول لهم اتغيروا. تفتكروا ليه؟ لانه غالبا حتى لو ما حصلش التغيير من فوق لتحت، في تغيير بيحصل على مستوى الافراد. ساعتها المكسب الحقيقي للتغيير ده بيبقى للاشخاص نفسهم. يعني سهل جدا في مجتمع مش بيتطور قوي تلاقي أشخاص لوحدهم أفراد هم نوابغ نجحوا قوي وبقوا شاطرين قوي وخرجوا حتى برا نطاق مجتمعهم لأنهم غيروا نفسهم بنفسهم. ينفع يعني لو المجتمع كله ما تغيرش ده مش عذر ليا أني أنا ما تغيرش، هو خسارة للمجتمع لأني أقدر أتغير لوحدي وهنا المكسب كله لنفسي. لكن لو المجتمع كله تغير مع بعضه هنا المكسب كله للمجتمع. هختم معاك بفكرة بسيطة جدا. تخيل معايا تلات عمال بنا بيشتغلوا بيبنوا سور. اللي على اليمين لو سألته انت بتعمل ايه هيجاوبك ويقولك معرفش انا بيجيبوني هنا من 8 الصبح لحد 4 بعد الظهر وباخد فلوس وبروح، معرفش يعني انا بعمل ايه، انا ببني. اللي على الشمال هيقولك انا اهم واحد هنا، أنا الوحيد اللي بفهم في الناس دي كلها، أنا من غيري كل الناس اللي في الصف اللي أنت شايفه دول ما يعرفوش يعملوا حاجة. ده شخص غير قابل للتغيير لأنه فاكر نفسه هو الوحيد اللي بيفهم، وده شخص غير قابل للتغيير لأنه مش شايف أصلاً قيمة لوجوده، هو مش عارف هو هنا ليه. في واحد بقى واقف في النص، هو ده أقرب واحد لأنه ينفع يتغير. ده هيجاوبك ويقولك أنا هنا ببني سور لأعظم مبنى في العالم، هو عارف هو فين؟ وعارف دوره بالظبط ايه، وعارف انه جزء من منظومة. الناس دي اهم ناس
في أي منظومة لو عاوزين نعمل تغيير حقيقي للمجتمع. ده ما يمنعش مرة تانية إن كل حركة بنتحركها في الاتجاه الصح تغيير، وكل تغيير ليه نتائج على مستوى الفرد أو على مستوى المجتمع. شغل علي شغل علي.